هذه جملة حسنة ومركزة وتحتاج فعلا أن يتأملها طالب العلم. يكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله، شبه يكسر بعضها بعضا كبيت من زجاج خر للأركان. خذها قاعدة علمت بالتتبع، ما من فرقة تسلك مسلك التأويل إلا وهي تنكر تأويلات الفرق الأخرى. ما من فرقة تسلك مسلك التأويل لأدلة الكتاب والسنة إلا وتجدها أنها إيش؟ تنكر تأويلات الفرق الأخرى. تجد أن الأشعرية ينكر تأويل المعتزلة للعلم والقدرة والرؤية، وتجد أن المعتزلة ينكرون تأويل الأشاعرة لأدلة نفي الظلم عن الله عز وجل أو أدلة الحكمة أو أدلة خروج العمل من مسمى الإيمان، وهلم جرة بينهم ردود كثيرة، مع أن الأصل عندهم إيش؟ واحد، وهو أن العقل هو المعول، هو الذي عليه المعول وهو المرجع في هذه المطالب. إذن يكفيك دليلا على الفساد هذا التناقض الذي يقعون فيه مع وحدة المصدر، تناقض مع وحدة المصدر. كان ينبغي لو كان المصدر مصدرا صحيحا أن تتسق الأقوال وأن لا يحصل خلاف. لما كانت وحدة المصدر عند أهل السنة والجماعة متحققة بالرجوع إلى الوحي، نتج عن هذا ماذا؟ نتج عن هذا اتفاقهم، ولم يحصل بينهم ما حصل بين هؤلاء. بل أزيد على هذا، إنك لتجد الواحد من هؤلاء متناقضا متنقلا بين الأقوال، وفي كل يدعي أن عقله هو الذي حتم عليه هذا الموقف. تجد أنه تارة يقول بقول ينقضه في موضع ثالث، يجوزه أو يتوقف فيه في موضع ثالث. واعتبر في هذا بالإمام المقدم عندهم وهو الرازي، بدايته أشعرية صرفة، ثم اتجه بعد ذلك وأول في فلسفة المشائين، ثم تراجع عن ذلك وصار مراوحا بين فلسفة أفلاطون ومذهب المتكلمين، ثم رجع بعد ذلك إلى مذهب المتكلمين وشن الغارة على مذهب الفلاسفة، ثم أنه استيقظ بعد هذا بأن كل ذلك سراب بقيعة، كما مر بنا كلامه في ذم لذات الدنيا في كتابه ذم لذات الدنيا. فهذا العقل الذي يحكم، وهذه نتائجه. وهذه كلمة جميلة من المؤلف رحمه الله: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. إي والله، وما أحسن ما قال تلميذه في النونية: يا رب قد حار العباد بعقل من يزنون وحيك فأت بالميزان. حار، والعباد هنا يريد المتكلمين، سياق كلامه من قبل يدور على هؤلاء. أما أهل السنة بحمد الله فإنهم لا يزنون الوحي بالعقول، بل يزنون العقول بالوحي، إنما كلامه عن هؤلاء المنحرفين عن الحق المخالفين للنقل والعقل. يا رب قد حار العباد بعقل من يزنون وحيك فأت بالميزان. جاءوا بشبهات وقالوا إنها معقولة ببدائه الأذهان. كل يناقض بعضه بعضا وما في الحق معقولان مختلفان. وقضوا بها إفكا عليك وجرأة منهم وما التفتوا إلى القرآن. هذه حقيقة القول. ولذا الحق الذي لا مرية فيه أن العقل
لا يفصل في نزاع الناس، إنما يفصل بينهم وحي منزل. شواهد الأدلة والواقع تؤكد هذه القاعدة. العقل لا يمكن أن يكون هو الفاصل الذي تنتهي عنده نزاعات الناس، لأن الكل يزعم أن له عقلا. من أثبت فإنه يقول عقلي اقتضى الإثبات، ومن رد عليه فنفى يقول إيش؟ يقول إيش؟ عقلي هو الذي اقتضى أن أنفي. طيب ماذا نصنع؟ نريد أن نفصل بينهم. الآن شيء واحد، هذا يثبته وهذا ينفيه، هل يصح أن يكون كلاهما حقا؟ ها؟ لا يمكن. طيب ماذا نصنع؟ دعونا نلجأ إلى عقل ثالث لكي يفصل بينهما. لكن المشكلة أن العقل الثالث سيكون من جنس هذين، إذن سنصل إلى شيء؟ لن نصل إلى شيء. لو احتكمنا إلى عقل ثالث فقال الصواب مع هذا والخطأ معك، فسيرد هذا الذي خطئ بأن يقول لا، عقلي مثل عقلك، لماذا؟ أنت صواب وأنا خطأ. إذن هل يصح جعل عقول الناس ميزانا توزن بها المقالات؟ الجواب لا. الميزان إنما يجب أن يكون هو الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى. وإنني أقول إنهم يقولون إن هذا مقتضى العقل تنزلا واستعمالا لكلامهم الذي يزعمون، وإلا فالحق أن هذه التراهات التي يقولونها إنما هي نتاج هوى وظنون وليست نتاج عقول، عقول صريحة سليمة متوافقة مع الفطرة. لا، الحق أن لهم حظا من قول الله سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. لكنهم مع الأسف الشديد كان منهم إعراض وصدود، وإلا فوالله الهدى كاف وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. نعم.